لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا مع الثقة بالنفس فريق التميز. أرحب بحضراتكم وأعتذر بشدة عن تأخري هذه الدقائق، ولكن أعلم أنكم في الانتظار دائما وأبدا. خالص الشكر والتقدير لكم لصبركم علي، يعني أكرر سعادتي بوجودي مع حضراتكم. أعتذر أيضا عن عدم تواجدي معكم في يوم الأربعاء الماضي لارتباطي بمحاضرة في مكان بعيد على سفر، كنت مع نماذج أمثالكم بالضبط من معلمين بمحافظات مختلفة، بقينا حتى 10 مساء. لهذا أعتذر أيضا لإخواننا في الدعم وأشكرهم على صبرهم. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. أهلا وسهلا مجددا معكم ومع الثقة بالنفس دائما وأبدا. نبدأ حوارنا وننهي حوارنا، الثقة بالنفس لا تنتهي أبدا إلا بمفارقة الإنسان لهذه الحياة، لأنه واثق بربه، واثق بالقضاء والقدر، واثق ب ما وهبه الله سبحانه وتعالى، يمتلك دائما مهارة التوازن في حياته، يوازن في حياته بين ما يملكه من مواهب وما يملكه من إمكانات وبين ما قدر له هو على المستوى الشخصي. التوازن قضية مهمة جدا، أظن أننا في حاجة إلى أن نفتح هذا الملف سويا في اللقاءات القادمة إن شاء الله. التوازن للمسلم، كيف يكون المسلم متوازن؟ كيف أنه بالأصل متوازن؟ فيما ورد في القرآن الكريم من آيات تحث على التوازن بين الخير والشر، بين دافعية الإنجاز والعمل، بين إدارة الوقت والقدرة على مسايرة الحياة، بين الغضب والسعادة. هو متوازن وهو وسطي بطبعه. أيها الأحبة الكرام، ربما نحاول سويا اليوم وغدا إن شاء الله فيما هو متاح لنا من وقت لكي نكمل مسيرة تطبيقات الثقة بالنفس. وسؤالي الأول دائما لحضراتكم، هل معنا أصدقاء جدد اليوم في القائمة؟ هل معنا أحد لأول مرة يشارك معنا اليوم؟ نعم، محمد، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طب هل أصدقائنا القدامى أين هم؟ أين القدامى؟ أنا هنا، أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أستاذة عائشة، أهلا وسهلا أستاذة منى، أهلا وسهلا معي يا ربي سيهدين، أهلا وسهلا أخواني وأخواتي وأحبائي الكرام. أنا في الحافظ كنت بالأمس كنت أتحدث عن أدب الحوار وأدب الاختلاف، كنا نناقش هذه القضية، وإن شاء الله اليوم نكمل مع حضراتكم الثقة بالنفس طريق التميز، تطبيقات على الثقة بالنفس. أهلا وسهلا سوما، وأهلا وسهلا منى، وأهلا وسهلا بكل أصدقائنا القدامى وبالجدد. أنا شايف معنا ما شاء الله قائمة من الأصدقاء للأول مرة بيشاركوا معنا في اللقاء، إنما ده شيء يسعدنا. يعني أدعوكم إلى متابعة اللقاءات السابقة، الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. شكرا أستاذ أسامة، أنت اللي منور، يعني جزاكم الله كل خير وأهلا وسهلا بيكم. النهاردة مع الدعم الجميل بعت له بوستر رائع، مش عارف هو حاطه موجود معنا ولا لأ، البوستر الخاص بالثقة بالنفس. هل موجود أمامنا يظهر؟ هل هو ده اللي قدامي الآن؟ ربما يحتاج إلى وقت لأنه يبقى واضح يعني قدامي لسرعة النت فقط. أيوة ممتاز ممتاز.
أما للأصدقاء الجدد اللي معانا أول مرة النهاردة، فلازم، أنا عارف طبعا إنه كتير منكم مهتم بالثقة بالنفس، كتير منكم يسعى إلى تحقيقها في ذاته وفي أبنائه، كتير منكم لازم يدرك إن 100% من الثقة بالنفس قابل للتدريب، ودي أجمل شيء فيها إن تبقى موضوع للنقاش والحوار. إن شاء الله نعطيكم شهادة يعني. أبو حمزة، نعطيك شهادة إن شاء الله، ونتفق مع إخواننا الناس اللي حضروا معانا أكبر عدد من اللقاءات. ما أنا عارف، أصل إحنا بلد بتاعت شهادات يعني. هو يعني إذا ما كانش في شهادة مش هتحضر معانا ولا إيه؟ طيب، الثقة بالنفس أيها الأحبة الكرام، اتفقنا أنها مكتسبة بنسبة كبيرة جدا، 100%، 20% منها فطري موروث نتيجة الأب أو الأم، و نسبة كبيرة جدا منها قابلة للتدريب، و80 أو 100% قابل للتدريب. ممكن ناس تتدرب إن يبقى واثق من نفسه، ممكن واحد ما عندوش ثقة بنفسه خالص، وبعدين لما بيمر بخبرات يستطيع أن يثق بنفسه ويستطيع أن يكون على هذه الثقة. الثقة بالنفس أيها الأحبة لمن يشارك معنا اليوم في اللقاء الأول، شعور حضرتك أو حضرتك بقيمتك سواء أمام نفسك أو أمام الآخرين، وبالتالي قدرتك على التحكم بذاتك، أنت التي تتحكمي وأنت الذي تتحكم بذاتك لا غيرك. ودي شيء جميل جدا. تخيل لما بتشوف طفل كده عنده ثقة بنفسه، تخيل لما بتشوف طفل كده لديه القدرة على أن يعبر عن ذاته ويعبر عن نفسه، شيء جميل أوي، شيء جميل أوي أما المجتمع يبقى فيه مثل هذه النماذج اللي ما تبقاش إمعة. إن قال الناس أحسننا يقولوا أحسنت، وإن أساء الناس يقول أساء. لا، ناس عندها قدرة على أن تشعر بقيمتها. الثقة بالنفس أيها الأحبة الكرام ثقة وجرأة طبعا، لأنه هو جريء في قول الحق، لأنه في النهاية زي ما قلت لكم المنطلق الرائع الجميل. أهلا أستاذ خليل، المنطلق الرائع والمتميز أن الثقة بالنفس فيها مثل هذه المراحل الهامة التي استعرضناها سويا حتى نحقق الثقة بالنفس. تقبل حضرتك لنفسك وتقبلك لذاتك يعطي كل واحد منا ومن حضراتكم الطمأنينة والثقة والشجاعة. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه، تقبل الذات. فاكرين لما اتكلمنا في الذكاء الوجداني او الذكاء العاطفي، قدرة الفرد على ان يسعد نفسه ويسعد الاخرين، ده نموذج رائع جميل. اينما حل فتجد فيه الابتسامة وتجد قريب من قلوب الناس، هو ده النموذج الذي يسعد نفسه ويسعد الآخرين. لديه القدرة على إدارة مشاعره، يضبط غضبه ويدير مشاعره بشكل جيد، وبالتالي جزء كبير جدا من الواثقين والواثقون أكيد يمتلكوا القدرة أو ما نسميه بالذكاء الوجداني أو الذكاء المشاعري. قيل أن الذين يعترفون بأنهم مش واثقين بأنفسهم هم أكثر ثقة بنفسهم من الذين لم يعترفوا بذلك. كلام متناقض لكن جميل. لا والله، شوفي شوفي يا سومة، العبرة بالفعل وليس بالكلام، العبرة بالسلوك. فالواثق من نفسه بان ده في سلوكه وفي ممارساته وفي نظرة الآخرين له، ثم في نظرته هو لنفسه، صح؟ طيب، البوستر ده جميل قوي، وانا يعني مستدعيه من على الويب، ما اناش مألفه يعني، انما الاخواننا في الدعم الجمال الرائعين دائما قلت لهم يا ريت نبدأ بيه، لانه انا واثق ان كل مرة معانا ضيوف جدد ومعانا اصدقاء جدد، فلازم يبقوا الناس معانا في الموضوع. اذا شعور حضرتك، كل اللي معايا النهارده ورفعوا ايديهم اول ما بدأت، شعور كل واحد منكم بقيمته امام نفسه وامام الاخرين وقدرته على التحكم بذاته، هو ده تعريف الثقة بالنفس، وأنها تتحقق بتقبل ما أنت عليه، فتقبلك بذاتك يعطيك الطمأنينة والثقة والشجاعة. وبعدين الجميل قوي بقى إن أنا بعطيكم المحاضرة بتاع النهاردة من بيت أستاذي الذي علمني وتربيت على يديه في الجامعة من أولى إلى رابعة، من سنة أولى في الكلية إلى رابعة، درس لي وعرفني معنى التاريخ ودلالة التاريخ وكيف نفسر التاريخ وكيف يفسر التاريخ بمدارسه المنضبطة، التفسير الإسلامي للتاريخ. كنا قد تعلمنا على يديه وما زلنا نتعلم على يديه
أن هناك من غلط وكتب وزيف وزور، وعلينا أن نكتشف بأنفسنا من خلال قراءة النص التاريخي لنتعرف على آليات الخروج على المشهد. كان أول من درس لنا وعلمنا أن الكيان والوجود العثماني في العالم العربي لم يكن غزوا، وإنما كان فتحا بالأدلة وبالنماذج. كان أول من أزاح الستار عن شخصيات كثيرة كنا نمجدها ونبجلها، ولكن ظهر أنها لم تكن على القدر المضبوط والمنضبط، وهو يجلس بجواري الآن. إن شاء الله يعني أجعل له مداخلة مع حضراتكم إن شاء الله، لأنه أنا أيضا أعتبره من الواثقون من أنفسهم ومن أبنائهم ومن طلابهم، وهو نموذج يحتذى به، وأنا أتمنى إن شاء الله من الدعم بتوافقنا وباتفاقنا أن يفرد الحوار ولو مرة كل شهر، مراعاة لظروفه وصحته أيضا، يلتقي بكم حول محطات يجب أن تصوب في تاريخنا الحديث. الأستاذ الدكتور زكريا سليمان بيومي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، والأستاذ بالجامعات السعودية، وأستاذي بجامعة المنصورة، وهو يرأس قسم التاريخ والحضارة والفكر بالأكاديمية الشباب، وأشرف أيضا أن أكون رئيس لقسم التنمية البشرية بذات الأكاديمية. فأهلا وسهلا، وإن شاء الله طبعا الثقة والحياء يتأثروا على بعض، اللي واثق من نفسه احتمال يكون مش حي، واللي حي احتمال يكون مش واثق، من المهم مبقاش مش ميت يعني، وبذلك يكون غلط، بس تصرفاتهم بتوحي لنا بذلك. صح، أشكرك شكرا جزيلا. فربنا يحفظك أستاذ عائشة من لبنان. إن شاء الله أنا عرضت علي أن يكون له لقاء شهري بكم لكي يتحدث معكم إن شاء الله. وأهلا وسهلا أستاذ باشمهندسة كاميليا من المغرب، أهلا وسهلا بحضرتك وشرفتينا، وكنت هسأل على حضرتك يعني، ربنا يحفظك. فقلنا إيه؟ قلنا إنه كيف تقوي ثقتك بنفسك وتؤكد ذاتك، اشتغلنا عليها 3 محاضرات او يمكن 4 او يمكن طول المحاضرات واحنا مشغلين على كده. ما فاتش كتير، احنا لسه بادئين، الاستاذ هيثم بيبلغك بذلك، يعني ما شاء الله عليكم اصبحتوا اسره واحده على راي كاميليا، يعني اصبحتم اسره واحده. ماذا افعل عندما تنتهي اللقاءات؟ اذكر هذه الكلمه، هنعمل ايه بعد ما نقول خلاص خلصنا؟ لا، احنا مع بعض ان شاء الله. أعلم أنك من الجزائر، آسف آسف، أعلم أنك من الجزائر، الله يحفظك، الجزائر والمغرب واحد يعني. كيف أقوي ثقتي بنفسي وأؤكد ذاتي؟ طبعا خلال المحاضرات السابقة، إضافة إلى هذا البوستر المختصر الشديد، اكتشاف الطاقات الإيجابية، ودي سهلة قوي، الآباء ممكن يدلوا الأبناء عليها، المعلمين ممكن يحطوا إيديهم عليها ويقولوا للطلاب خدوا بالكم، في واحد يبقى عنده طاقة عالية جدا إيجابية بس ما حدش بيقول له ولا هو واخد باله، صح؟ انما ممكن المعلم الذكي الفطن، معلمة الروضة الذكية، تحط ايديها وتقول لاولياء الامور، صح ولا لا؟ ممكن المدرس الواعي يقول للناس، ممكن الاب الواعي الفاهم يحط ايده على هذا النموذج، وبالتالي اكتشاف الطاقات الايجابية امر مهم. تقبل الذات كما هي امر مهم، ما يقعدش يأنب في نفسه ليل نهار، صح؟ التغيير للأفضل أمر مهم، وهذه دعوة لأن نتغير دائما نحو الأفضل، ما يحصلناش نقوص وعودة للماضي المؤلم، لأن الآخر المزعج الذي لا يريد لهذه الأمة أن تتطور عايزك تفضل محلك سر، مش عايزك تتقدم أبدا أبدا. الأمر الآخر وهو ألا تنتحل شخصية غيرك، وأنا اتكلمت على دي كتير وقلت لكم في نماذج كتيرة جدا تحاكي الناس في مجال التنمية البشرية، تطلع تقلد بالإيماءة بالصوت بالحركة بكده، التقليد في بداية التعليم أو التعلم مطلوب، إنما الاعتزاز بالشخصية وإن تظهر شخصيتك على حقيقتك أمام الآخرين بالكاريزما التي منحك الله إياها، هنا فقط تقول أنا أصبح لي شخصيتي. أما مسألة انتحال الشخصيات هذا أمر مرفوض، ينفع في التمثيل بس، إنما في الحياة العامة ينفع في التعلم شوية وبعد كده تبقى أنت كما أنت، ها؟ شعورك بأنك المتحكم بذاتك لا غير. لا تقارن نفسك بالآخرين عشان ما تتعبش.
أمرني أن أنظر إلى من هو أدنى مني ولا أنظر إلى من هو فوقي. فاكرين هذا الحديث؟ ها؟ نعمة الرضا، الرضا، وهذا ما نريده. التعلم من الفشل أيضا نموذج راقي لكل واحد في حضراتكم أو كل واحدة تعرض في حياته إلى كبوة وتعرض إلى فشل، سواء فشل دراسي أو فشل في حياته العادية أو حياته المهنية. معرفش وليد راح فين؟ وليد حد لقى وليد؟ اللي لقى وليد فيكم يبقى يبلغنا. طيب التأكد دائما بأن حضراتكم كل اللي معايا مفيش حد فيه سلبي، لا تكن سلبيا، لا تكن عدوانيا، وإنما عبر عن ذاتك بحرية دون إنقاص من حق الغير، ودي مهمة قوي. فاكرين واحنا بنتكلم في أدب الحوار قلنا من حق الطرفين ان كل منهم، ايوه توكيديا، نعم، من حق الطرفين ان كل واحد يحترم الثاني. مفيش حاجه اسمها انا في حوار واقعد اجرح في اللي قدامي عشان انتصر عليه، هذا كذب وتدليس. وهل سيكون هناك فتره للنقاش والسؤال؟ او طبعا عندنا اسئله كثيره جدا، المفروض المحاضرتين الاخرانيين كلهم اسئله. استاذ حماده عندنا أسئلة إن شاء الله، وخلينا بس نفرد الحوار والحديث بشكل مختصر لمن يشارك معنا أول مرة، ثم نفتح دائرة الحوار، لأنه اللقاء لقاء تطبيقي وليس تنظيري. إحنا عندنا 5 محاضرات فاتوا أو 4 كلهم تفصيل للثقة بالنفس من منظور إسلامي، الثقة بالنفس في السيرة النبوية، الثقة بالنفس في القرآن، معنى الثقة بالنفس، دلالتها، ما القناعات والمبادئ التي تحقق الثقة بالنفس، كيف تكون واثقا، إلى آخره من الخطوات التي أنهينا بها، وده موجود في الحلقات السابقة. والدعم إن شاء الله بديكم رابط الصفحة اللي عليها المحاضرات السابقة. وبالتالي أيها الأحبة الكرام، أهو الدعم على طول ما شاء الله معانا، أستاذ هيثم على طول معانا بيحط الرابط لمن أراد، بس ما ننشغلش. طبعا الدعم 100 100، طبعا ما ننشغلش بحاجة، وخلونا نركز مع بعض لأنه التركيز مهم، صح ولا لا؟ ده إذن شعارنا أيها الأحبة في من مارسوا الثقة بالنفس، أنه لا يمكن أن يكون سلبي، لا يمكن أن يكون عدواني، يجب أن يعبر عن ذاته بحرية دون انتقاص من حق الغير. المعلم الزكي الفطن هو الذي دائما يطرح موضوعه للحوار والنقاش، ويطلب من طلابه التعليق بأدب فيعلمهم أدب الحوار. المعلم الذي دائما يتحدث من وان واي، من طريق واحد، وبخطاب إن أريكم إلا ما أرى، هذا الكلام لا يخلق ولا يوجد إلا شخصيات سلبية، عقلية مستبدة، عقلية خانعة، عقلية ضعيفة، عقلية تستقبل فقط، وبالتالي وقت المشهد ما يحتدم على مستوى الدولة أو على مستوى الأمة، يلا يا ابني انت وهو قوم شوف شغلك اشتغل، قول شوف هتقوله ايه، يقول لك ما نعرفش حاجة، قول انت، أما تقول احنا هنعمل زي ما بتعمل. هذا النموذج نموذج سلبي لا نريده في مجتمعنا ولا في مدارسنا. هل يمكن أن نبرمج عقولنا على الثقة بالنفس؟ ممكن. مش احنا قلنا إنها 100% تدريب للأطفال وللكبار؟ ممكن تكرار الكلمات التي تدل على الثقة بالنفس، وبالتالي هو مش بيحب هذا الكلام يبقى موجود عندك في وسائل الإعلام عشان ما يعطيكش القدرة على أن تثق في وطنك وفي دولتك وفي مؤسساتك، ومش بتلاقيها موجودة. أحسنت يا سومة، الإيحاء الإيجابي لا يكون برسائل ضمنية في الخطاب الإعلامي، هو دائما يديك إيحاءات سلبية، إن البلد رايحة في مصيبة، وإن الوطن زي الزفت، وان البلد خلاص بينهار، وان الاقتصاد متنايل ب60 نيله، وانه وانه وان، هذه الرسائل السلبيه يسمعها هيثم وتسمعها عيشه ويسمعها سومه ويسمعها محمد علشان يعملوا الضجه الاعلاميه زي ما مها بتقول، وزي ما محمد بيقول حرب نفسيه، وزي ما هيثم بياكد كلامي، وبالتالي يفقد الجميع الثقه بالنفس حتى القائمين على الامر. يبقى هنا اشتغل عليك بالحرب النفسيه يا جميل، برافو عليك. يبقى إذا لما نيجي نشتغل في التطبيق يبقى أنت واعي في تحليل الخطاب الإعلامي، نشرات الأخبار، القنوات الفضائية الخاصة، قنوات الأجنبية، وكالات الأنباء الأجنبية وتقاريرها وشغلها، وبتمسك مين من أفيته وتتكلم عنه، وتعرف إن الكل بيشتغل.
التاريخ يكتب في كل وسائل الإعلام، بس من يفسر هذا الحدث؟ الزكي فقط هو الذي يلمح. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أشكرك أستاذ محمد، أشكرك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وده أعظم شيء إذا كان موجود. إذن تكرار الكلمات التي تدل على الثقة بالنفس داخل الفصل وداخل البيت وداخل الجامع وداخل الشارع وداخل النادي. انتوا عارفين لما عملوا دراسة تحليلية بجد على اللاعبين بتوعنا بتوع المنتخب، ولقوهم بيتغلبوا من دول اتغلبوا منها قبل كده، لقوا ان المردود النفسي والتفسير دائما الزمني ان احنا زمان سنة كذا اتغلبنا منهم يبقى احنا عمرنا ما هنغلبهم. هذا الانطباع دائما لو انت متميز وادائك عالي جدا وحطيت في اعتقادك ان انت هتتغلب هتتغلب. اذا قلت لا انا هكسب وانا واثق وانا متوكل على الله وتاخد بالاسباب وتشتغل وتستميت بتشتغل، انما التاني بتلاقي جسمه اتخدر ورجليه اتخشبت وقف مستسلم للهزيمه منتظر ان يهزم، وكل ما الوقت عدى وما جاش فيه جون يقول لك الله ده كلام غريب، ده ايه ده، الناس دي مستنيه ايه، ليه الجون ما جاش ليه؟ فخلاص فناس تانية بتشتغل ان ازاي يقوي الجانب النفسي عند اللاعبين ويقول له اوعى تظن ان دول هيكسبوك، انت اللي كسبان ان شاء الله. الاحساس بالهزيمه هزيمه. احسنت استاذ محمد. وبالتالي لا تاتي الثقه دائما من ثقتك بانك دائما مصيب، بل من مواجهه الاخطاء بشجاعه. وده اجمل تعليق بجد على تعليقاتنا دي. تعزيز الذات مهم. العبارة دي حلوة قوي يا جماعة، احفظوها. لا تأتي الثقة من ثقتك بأنك دائما مصيب، بل من مواجهة الأخطاء بشجاعة. يعني اللي اتغلب ده قبل كده سواء في اللعب لعبة فردية أو في لعبة جماعية، إذا دور على أخطائه كانت إيه وعالجها بشجاعة وما خافش منها، هو ده النموذج اللي فيما بعد لو كرر التجربة هيبقى متميز في أدائه ولديه قدرة على العطاء. ثم لما لعبنا معكم الكرة خلوا الفريق تبعنا يشوف فيلم عن الثورة الجزائرية عشان يطلعوا معنوياتهم، بس للأسف كان الحكم غشاش. وخدي بالك، وبعدين احنا والجزائر حبايب، يعني اللي عملوا هذا اللغط وأتوا هذا الأمر كانوا العاملين بحقل السياسة، إنما المصريين والجزائر في التاريخ هم أعلام صنعوا لهذه الأمة الكثير، ومش هينفع أنا أعلق على هذا الأمر وجنبي أستاذي الأستاذ الدكتور زكريا سليمان وهو القادر على إنه يحكي لك يا سومة ويعرفك موقع مصر تاريخيا بالنسبة للجزائر وموقع الجزائر تاريخيا بالنسبة لمصر. هو ده المهم. والأخوة في الدين تجب كل شيء. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هو ده المطلوب. وإحنا بدأنا في الثقة بالنفس، لأن الثقة بالنفس تبدأ بالثقة بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي هيثم بيقول لنا عظيم الشرف أن يكون معنا الدكتور زكريا. الله يبارك فيك ويخليك. قول لهم بقى بخصوص الجزائر، ما زال بنتلقى التعليم ودروس من الدكتور عمار جيدل، ولعله رجل مشهور في الجزائر. نعم. وفيلسوف صغير اسمه الحاج زواق، دكتور الحاج زواق، والدكتور عبد القادر، وكثيرين ممن تعلمنا منهم وعلمناهم. ومالك بن نبي. نعم. ولكن الذي ينبغي أن يعرف أن الذي يسكن الجزائر ليس بالضرورة من الجزائر، وإنما إحنا عشنا في أمة واحدة فيها حرية الترحال من الغرب إلى الشرق أكثر من 1000 سنة. فمن الممكن أن يكون الذي استوطن الجزائر أبناء الأندلس، أو الذي استوطن مصر أبناء الجزائر، أو الذي عاد وسكن الجزائر من أبناء مصر. لا نعرف الفارق بين مصر والجزائر إلا حينما حدثت أسلاك الاستعمار وجوازات سفر الرئاسة أو الزعماء السياسيين. الله.
لكن اللاعبين هنا يبقوا من هنا واللاعبين هنا يبقوا من هنا، لكن لا يستطيع أحد أبدا أن يتأكد أنه من هذه البلاد. إنما كلنا وجهتنا واحدة، إلهنا واحد، وتوجهنا مكة، وقلبنا معلق بالمدينة، ولباسنا يوم نلتقي واحد، وربنا واحد، وحسابنا واحد، فكلنا في ميدان واحد. حتى في الثورات اللي كانت ضد الاستعمار، كتير من المصريين ماتوا في الجزائر، وكان محامي الثورة الجزائرية الدكتور توفيق الشاوي ذلك المصري المعروف، وكثيرين من الذين قاتلوا المحتل في قناة السويس في مصر أتوا من الجزائر، وقد يكونوا من مصر، وقد يكونوا من المغرب، وقد يكونوا من كده. ما استوطننا بلدا وعرفناها بلادنا ونحن نعيش عيشة الأممية إلا حينما حدد الاستعمار بأسلاك وجوازات. الله، نعم، جميل ورائع. إيه رأيكم في المداخلة دي بقى؟ إيه رأيكم في هذه المداخلة؟ اللي موافق عليها يقول لايك. ها، رائعة. ما شاء الله، بارك الله فيك، رائعة رائعة. حتى السعودية كمان اهو، خدوا بالكم، الأستاذ الدكتور زكريا درس في السعودية. عشت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نعم، 6 سنوات، وفي كليات البنات في جدة، وناقشت طلاب للماجستير والدكتوراه في الرياض، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك عبد العزيز، نعم، ولي أساتذة هناك كمحسن الباروم في جدة، ولي تلاميذ كسر في أماكن كثيرة في المملكة. أستطيع القول بأنني من خلال 19 سنة عشتهم في المملكة أنني ابن المملكة. الله، جميل. هذه رسالة لإخواننا وأخواتنا الموجودين معنا الآن بالمملكة العربية السعودية، وكأننا في الثقة بالنفس نجوب بين شرق وغرب لنجعل أن الصلة دائما هي صلة العقيدة وصلة الانتماء. نعم. وأن نعم. صلة الانتماء للمكان والمكين. نعم. تأتي بالحب المتبادل بين الإنسان وبين طلابه أينما كانوا. وأنا أشرف حتى بالوقت القليل الذي قضيته هناك، إلا أني أيضا أشرف بأني لي من طلابي وأحبائي في لبنان وفي المملكة. حتى في زيارتي لقطر، زيارة محدودة جدا، التقيت ببعضهم، وأتمنى، والعراق في كردستان، أتمنى إن شاء الله أن نكون بصحبة جيدة. الواثقون من أنفسهم دائما قد يكونوا علماء، قد يكونوا ناس جابوا أنحاء الأرض وتجولوا وهكذا، لم تكن هناك حدود ولا أسلاك عندما كان يتجول الإمام البخاري باحثا عن حديث، وعندما كان يتجول الإمام الشافعي ليقطن في مصر ويأتي من الشام إلى مصر، أو عندما أتى ابن خلدون حتى عابرا هذه الأراضي. نعم، من أسرة تنتمي إلى حضرموت. نعم. نعم. ثم جاب كل بلاد المسلمين واستقر في مصر وتونس. هذه النماذج نماذج رائعة، تمنينا إن شاء الله أن نفرد لها بالحديث بإذن الله. علماء أثروا في فكر الأمة. لا تنسوا أصل العروبة، اليمن. اليمن هي بستان الأمة، وهي سبأ حضارة، نموذجا للعطاء ونموذج الرجال. ورجل من اليمن من علامات الساعة، بألف رجل قبل قيام الساعة، إن صح الكلام وصح الحديث، ولكن هم رجال يعني في اللغة، ويعتد بهم في كل المجالات. نسأل الله لليمن الخير، وأن تعود أميز وأجمل من سبأ. عاوزين نوجه الشكر للدكتور العريفي، وعلى فكرة عايد القرني كان تلميذي في أبها في جامعة الإمام. نعم. والشيخ سعيد بن مسفر كان أيضا من تلاميذ الكلية التي كنت أدرس بها في جامعة الإمام في أبها. نعم. ولهم الشكر، أو للدكتور عايد على وجه الخصوص. نعم. نعم. لأنه زامل الدكتور العريفي في توحيد الصف، سواء في مصر أو في السعودية أو في كذا، كي نعود إلى موطننا الأول. ذلك الموطن الذي أسسه وانطلق منه جبال النور وكواكب النور ومواكب النور،
من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وأنا أتصور كنت لأول مرة أعرف أن الدكتور العريفي كان زميلنا وكان معنا بجامعة الملك سعود. لم أعرف هذا إلا عندما أتى إلى مصر، ومني بقيت في جامعة الملك سعود عام ونصف تقريبا، إلا أنه يعني نموذج راقي ورائع لقلب يجمع قلوب الأمة ويعي كيف يحاور وكيف يخاطب بنية صادقة. شعاره إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذا النموذج الذي أيها الأحبة الكرام لم نبتعد كثيرا عن الثقة بالنفس، ولكن نماذج الواثقون والثقة بالنفس في المنظور التاريخي من شخصيات تاريخية أثرت عليك وأثرت فيك، عدا باستثناء الأفزاز والأعلام من الأنبياء والرسل، نموذج محمد بن عبد الله واثقا لأن الله عز وجل هو الذي رباه ورباه على عينه. ولكن هناك قادة أثروا في فكر هذه الأمة ممن يعني أسهموا في الإطار التاريخي، سواء كانوا زعماء سياسيين واستشعرت وأنت تكتب عنهم أنهم يمتلكوا صفات وسمات الواثق من نفسه. يمكن من خلال القراءات في التاريخ الإسلامي على ساحة العالم العربي نجد منهم مثلا الإمام محمد بن عبد الوهاب، نجد منهم المفكر مالك بن نبي، نجد منهم وطبعا كل له وعليه، نجد منهم أيضا عبد الحميد بن باديس، نجد منهم في المملكة العربية السعودية الشيخ مناع القطان، نجد منهم كثيرين تستطيع، نجد منهم زعماء زي الشيخ الزنداني في اليمن، نجد منهم يعني الشيخ محمد الغزالي هنا، الشيخ محمد الغزالي في مصر، مجدد العصر الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي طارق البشري، نجد منهم الإمام حسن البنا، نجد منهم الشيخ محمد عبده، نجد منهم الداعية جمال الأفغاني، والشيخ ابن عثيمين أيضا، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهم جميعا. هؤلاء ممن يقال فيهم أو قال فيهم المولى سبحانه وتعالى هؤلاء أناس على قدر علمنا صدقوا ما عهد الله عليه، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ومن ينتظر نحن ننتظر معه مع الله أيضا أن يرزق هذه الأمة بمن يؤكد الثقة في تراث وحضارة هذه الأمة. إذن نستطيع أن نقول أن الثقة بالنفس في إطار تفصيلاتها على مستوى الإنسان تختلف، فقد يكون رياضي، قد يكون عالم، قد يكون سياسي، قد يكون نابغة في أي مجال، ولكنه في النهاية أخذ بالأسباب ووثق علاقته مع الله، الاثنين يخلقوا ثقة بالنفس في أي مجال يعمل فيه. منطلقها وأساسها ثقة بالله، رضي الله عنه ورضوا عنه. وأخذ بالأسباب. طيب، هذا كلام رائع. إيه رأيكم بقى في المحاضرات اللي فيها الطابع النقاشي؟ إيه رأيكم في هذه المداخلات المهمة؟ بجد؟ شوف سوما بتقول لك تحفة والله. هايلة، محاضرة ممتازة. طيب ده كان باختصار شديد جدا نموذج كيف أكون واثق من نفسي في إطار الشخصيات التي نعرضها، سواء خدنا بعضها على المستوى التاريخي وفرصة أن حضرتك معنا اليوم. يعني أساس الثقة بالنفس هو الاحترام، احترام الإنسان لذاته واحترامه، وقبل ذلك ثقته بالله تعالى. أول حاجة ثقة بالله تعالى، ثم احترامه لنفسه وللغير حتى لو كان مختلفا معه. الله، جميل. لهذا فنحن سنفرد إن شاء الله لمهارات التفاوض والتعامل مع الآخر، وربما أفردنا حلقات حول آليات التعامل مع الآخرين. كلما كان احترامي لذاتي أكبر، كلما كانت ثقتي بنفسي أكثر، من السهل أن تستدرجك مشاعرك لتشعر بالقلق وعدم أهمية نفسك، وبهذا تقلل أو تفقد احترامك لذاتك. لهذا فرسالة مهمة جدا لحضراتكم ولينا ولكل من يسمع،
ماذا سيحدث لو فقدت ثقتك في نفسك؟ يحصل إيه؟ لن تحصل على ثقة الغير. الإحباط أولاً، الكثير منهم يسعى إلى الإحباط، وإحنا قلنا كثير من يراهن على سقوط المجتمعات العربية والإسلامية أن يصيبهم بآفة الإحباط. نعم. يحبط مجتمعياً وسياسياً وتعليمياً، يهز ثقتهم بنفسهم. يهز ثقتهم. فهذه المرحلة مهمة جداً، لا يجب أن نسمح أبداً بها. لأنفسنا وحضراتكم ما شاء الله على وعي بهذا الأمر. ممكن واحد فيكم يقول أصلا أنا بعض أصحابي ما عادوش بيحبوني، أو أبويا وأمي لا يرغبوا برؤيتي. هذا كله كلام غير مقبول، عليك أن تواجه المشهد وتتعرف، لأنه ربما بكلمة واحدة تغير المشهد. من الآثار التي تترتب على عدم الثقة بالنفس عدم الإحساس بالأمان. متفقين معنا على هذا الكلام ولا لا؟ الإحباط واحد، اثنين عدم الإحساس بالأمان، وبالتالي نتيجة القلق الزيادة وعدم الاطلاع وعدم معرفتي بالأمور التي تهمني، لا أشعر بالارتياح، وبالتالي القلق الزائد يؤدي إلى مرض ويصبح أمر مزعج ومحبط في نفس الوقت. وبالتالي عدم النظر للموضوع بطريقة موضوعية، وعدم وعي وإدراك أن الله سبحانه وتعالى دائما موجود معي وهو معكم أينما كنتم، وبالتالي علينا أن نطلب العون والقوة، والله عز وجل هو الذي يعطينا العون والقوة. الله شاهدي، الله ناظري، الله يراني، هذا هو المنطق الذي كان يتربى عليه الصبيان والصغار كده. الإحباط هذه مسألة مهمة، ثم عدم الإحساس بالأمان الأمر الثاني، ثلاثة الاعتداء، والاعتداء قد يكون عاطفي أو جسدي. العاطفي التلاعب بالمشاعر، والجسدي هو الأذى والاعتداء عليك جسمانيا، وبالتالي يؤدي إلى عدم احترام النفس. نمرة أربعة، وده مهم جدا، الفشل. طيب بعد ده لازم يحصل فيه فشل. فشل ده ممكن فشل في الحياة، فشل في الدراسة، فشل في كذا، ثم الانتقاد الدائم، الانتقاد إلى للنفس وانتقاد الآخرين لك، وبالتالي تعرضنا للانتقاد بعد الانتهاء من تأدية عمل ما. كثير من الرؤساء، كثير من المديرين، كثير من القائمين على إدارة المؤسسات يقول لك إيه، أنا إذا شكرته هيتمرد عليه، فيقول له الشغل ده ناقص، أنا مش عاجبني شغلك. وفي انتقاد الذات زي ما مها بتقول وليلى بتقول نعم مظبوط. فإذا الانتقاد قد يكون انتقاد للذات، وده قاسي جدا جدا، واحيانا قد يكون دافع وباعث للعمل الايجابي. ولكن اذا حسيت انك بتنقد شخصيتنا وليس فعلنا، بقت في كارثه. خد بالك بقى يا مه يا منى، الانتقاد دائما، ودي رساله حتى للاباء والامهات والناس اللي بيربوا والمدرسين بيخنقك طبعا، اخنق كل الناس. لما تيجي تنقد، انقد الفعل وليس الشخص. وفي مثل دايما يقول لك ايه، المدير اللي يدخل يقوم يلاقي فلان مثلا ايه مكتبه مش نظيف، ها، او في المكان اللي هو حواليه مش نظيف، يقوم يقول ايه في الاجتماع، فلان قذر، اخس اخس اخس، قذر قذر ايه يا عم الحاج، ها قذر ايه، قذر دي لفظ فيه تعميم، في تعميم وفي إساءة. إنما ما تقول أدخل إلى مكان فلان فأجده غير نظيف، هنا خلاص المكان هو اللي غير نظيف، إنما الشخص مش قذر. فأحيانا كلمة واحدة، كلمة بتتقال بتودي الدنيا في مصيبة. لا يؤدي الناس إلى جهنم إلا حصائد ألسنتهم، في المثل المصري الجميل، لسانك حصانك، إن صمت صانك وإن خنت خانك. ومها بتقول لك دي كلمات سلبية، كلمات مزعجة، فبالتالي احفظوها النهاردة من الرسائل الجميلة. إضافة إلى هذا المشهد الجميل، وأول مرة تجد هذه الثنائية في الخطاب، التاريخ مع التنمية البشرية، شيء جميل قوي. انتقاد الفعل وليس الشخص لا أمر مطلوب. حتى في التحليل التاريخي في مدارس التفسير التاريخي عليك دائما أن تلتزم بما ورد في الوثيقة، وعلى المؤرخ دائما أن يجتهد في الحيادية في عرض الموضوع. فهنا نفس الرسالة، أما تيجي توجه نقد وجهه إلى الفعل وليس إلى الشخص. هذه رسالة
لمن يقوم على التربية ولمن يقوم على التدريس للأطفال، وتشوف بقى الضرر البالغ اللي بيقع على الأولاد لما بتقول له كده. طفل يا عيني لو حساس قوي تلاقيه وشه احمر وتلاقيه زعل وتأثر ويفضل يبكي. أيها الأحبة الكرام، علينا أن نتذكر دائما ونحن نتحدث في تطبيقات الثقة بالنفس أن لك طاقات وقدرات تكون فيها أفضل من الآخرين في جوانب، والآخرون أفضل منك في جوانب أخرى. وإحنا قلنا نظرية الذكاءات المتعددة حقيقية تدفعنا إن إحنا نبقى كده بجد. أعمل معاه إزاي؟ ما هو ده بقى الشخص المتعالي والشخص العدواني. ارجعي بقى لأنماط الشخصية اللي إحنا استعرضناها يا أستاذ محمد، ارجع ليها وشوف إزاي تتعامل مع المتعالي ومع المشاكس ومع المدعي. وفي الآخر أنت بتجتهد إلى حد ما إن أنت تستوعبه، وفي نفس الوقت أما بتوجه له نقد بتوجهه بأدب وباحترام، وبتحاول إن أنت تستوعب هذه الشخصية. وإحنا عرضنا فيلم بتاع الابتسامة زي تبسمك، الابتسامة الشاب الذي يبتسم في وجه الناس وبيصفهم بأجمل الأوصاف من قمة العداء، ها بتلاقيهم قمة الراحة والأريحية. ها تبسمك في وجه أخيك صدقة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صح ولا لا؟ أهلا بك يا أستاذة أماني من فلسطين. صح صحيح. هذه جوانب مهمة، وبالتالي لا ينبغي أن نجعل الأمور أسوأ مما هي عليه. أحسست بالندم بعدها وشعرت أنه لم تكن طريقة المثلى في التعامل مع الموقف. لا تفكر كثيرا في تقييم نفسك بما حصل، فكر بطريقة صحيحة، فكر في الموضوع لترى إن كان من الممكن أن تتصرف بطريقة أفضل وما هو التصرف الأفضل. تعرف على خطأك واعترف به، ثم فكر في كيفية الإصلاح بالتعقل، ولا تهرب من المواقف. لا تسمح للآخرين أن يزيدوا الأمور سوءا من خلال التعرض للانتقادات، هذا أمر مرفوض تماما. من خلال القدرة على مواجهة الموقف والمشهد وتصحيح الانتقادات التي توجه إليك. أيها الأحبة الكرام، عليكم أن تحموا أنفسكم، تتعلم أن تحمي نفسك بأن تفتخر بشخصيتك وتدحر الفشل، وتمتلك روح رياضية تعزز من ثقتك بنفسك، وتقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام بسمو أخلاقهم وبقوة إيمانهم بالله، ومن هذا المنطلق سوف تعزز ثقتك بنفسك وبذاتك. وإحنا اتكلمنا بشكل مفصل عن محاور الهدي النبوي والسيرة النبوية في دعم الثقة بالنفس. فاكرين ولا لا؟ ها؟ فاكرين؟ فاكرين اللي حضروا معانا، فاكرين هذا الكلام، ربنا يحفظكم. لابد وأن نقرأ. فأمت اقرأ أمرت بالقراءة، القراءة الكون وقراءة الوحي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلب، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ، القراءة تصنع المعجزات، القراءة قوة والعلم قوة، وبالتالي التثقيف مطلوب. وإحنا أمة لم تعد تقرأ، أمة لم تعد تقرأ، ولما بنقرأ وإحنا اتفقنا المرة اللي فاتت إن إحنا هنلخص، صح يا أستاذة كاميليا؟ وهنبدأ نعرض ما لخصناه وهنقرأ الكتب، والدعم الفني الجميل حطوا لكم المكتبة الإلكترونية، صح؟ وهيحطها لكم تاني حالاً وانا بتكلم، صح يا دكتوره داليا؟ وهيحط المكتبه، وقلنا نختار منها، وبدانا ان شاء الله بدانا، وهنشوف الكتب اللي انتوا بداتوا بيها ايه، ونبدا نشتغل ونلخص وكده. فالقراءه ايها الاحبه الكرام، وبكررها لكم تاني للناس اللي ما تعرفش والناس اللي حضرت والناس اللي مش عارفه، ان القراءه الاولى غير القراءه الثانيه في سوره اقرا. هذه الصوره قراء مطلوب مننا ان نقرا، عشان ما يقولكش احنا بتاع درواشه واحنا ناس ما بن كده مش مركزين وقاعدين وخلاص رافعين ايدينا للسماء. لا يا حبيبي، احنا بنقرا الوحي وبنقرا الكون. عندنا مهندسين وعندنا مدرسين وعندنا اطباء وعندنا ناس بتعمل في مجالات مختلفه، وعندنا كل الشغل، كل حاجه جميله، كل حاجة جميلة. قراءة الكون وقراءة الوحي.
قراءة الوحي وقراءة الكون. آه طبعا، أعوذ بالله. الإبل بقى يوصفه بالإبل، والله الإبل رواحل جميلة يعني. يعني الإبل فيها فايدة في كل مكان. تذكروا دائما أننا لا نستطيع أن نكون أهم شخص لجميع الناس. أنت لا تستطيع أن تكون أهم شخص لكل الناس، أنت لا تستطيع أن تعمل كل شيء في وقت واحد، تخصص واشتغل، لا تستطيع أن تعمل كل شيء بنفس الدقة والإتقان، لأن دي زي ما قلت لحضراتكم، أنا كنت وقفت إن أنت بتعمل حاجة وزميلك بيعمل حاجة، وده سنن الله في الكون كده يا جماعة والله، إن كل واحد فينا له ملكة وله قدرة وله طاقة، كلكم أساتذة ما شاء الله عليكم، وكلكم ناس جميلة جدا. وكثير منكم وبعضكم بل معظمكم أفضل مني في أمور أنا لا أعلم فيها. وبالتالي لو وزعنا مجهودنا واشتغلنا كمجموعات، كل فيما يملك وكل فيما يستطيع وكل فيما يحب، أكيد المنظومة هتتكامل، وأكيد واعتصموا هتبقى ظاهرة واضحة. إنما تقول له أنت شغال إيه يقول لك أنا مهندس ميكانيكا بس شغال مهندس كيميائي، تقول له انت شغال ايه يقول لك انا بتاع خريج كلية زراعة بس انا شغال بتاع ده في محاسب في شركة مش عارف ايه كده. يعني وضع الناس في غير تخصصهم ادى الى حالة من الفوضى والى حالة من عدم الاحساس بالمشهد، وبالتالي يجب ان يعاد ترتيب الامر. اصل مش هنبني على خطأ وننتظر الثمار، لازم تصحيح الخطأ، ودي مواجهة الخطأ. تخصص لا يعني ابدا ان انت متخصص في مهندس زي كاميليا ان انت ما تقراش في العلوم الانسانيه وما تقراش في التاريخ وما تقراش في التنميه البشريه، ده امر اخر. وبالتالي لا تستطيع ان تعمل كل شيء بنفس الدقه والاتقان، هذا ايضا عليك ان تتذكره. لا تستطيع ان تعمل كل شيء افضل من غيرك، فكل انسان لديه نواقص، ولا يوجد احد كامل إلا نبينا وأنبيائنا وما اختصهم الله سبحانه وتعالى، والكمال لله سبحانه وتعالى وحده. لم تكن إنسان رائع ومميز وأنك ظاهرة فريدة في تاريخ البشرية، كل واحد مننا يجب أن يكون واعي ومدرك لهذا الأمر. وأنتوا عندكم النماذج الرائعة، نموذج الخضر مع سيدنا موسى كيف كان في تواضع الخضر، وكيف علم سيدنا موسى معنى التواضع ومعنى الصبر. إنك لن تستطيع معي صبرا، وإنك لن تستطيع معي صبرا. كيف كان نموذج ذي القرنين في تواضعه، في تواضعه، ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، إلى آخره، عشان يشغلهم. اشتغلش مع ناس متواكلة، اشتغلش مع ناس نايمة، اشتغل مع ناس بيشغلها. فالقائد الذكي هو اللي يعرف يستفيد بطاقة الأمة والناس اللي عنده. ها، واحنا امبارح كنا بنتكلم في الحافظ في برنامج شواهد الحق، يا رب يكون البرنامج رفعوه عشان احطه على الصفحة، يا ريت تشوفوا الحلقة. كنا بنتكلم على أدب الحوار، أدب الحوار في المجتمع، أدب الحوار في بين المعلم والطلاب، بين القائد وبين السياسي والشعب، بين الأحزاب وبعضها البعض، بين المعلم وطلابه. هذه كلها أمور مهمة نحن في حاجة إليها، هذه أمور في غاية الأهمية، نحن في حاجة إلى مثل هذه الأمور. كل واحد مننا يجب أن يتعرف على نفسه ويتقبلها كما هي، عشان ما يعودش يأنب في نفسه. يجب أن يتعرف على نقاط القوة لديه ويستخدمها. شفت النموذج الرائع الجميل، الشاب اللي بلا أقدام وبلا ذراعين، ورغم هذا يجوب الدنيا، يعرض الابتسامة على وجوه الناس، ويدرس ويحصل على أعلى الدرجات العلمية، ويلعب جولف ويلعب سباحة، وإحنا ما شاء الله برجلين وبأقدام وبنسمع، ولنا سمع ولنا بصر ولنا أقدام ولنا عقل حاضر، وقاعدين متكتفين وحاسين إن إحنا مش نافعين في أي حاجة خالص. ما ينفعش هذا الكلام. ها، الناس دي عقولنا متحجرة، لما يشوفه يخجل من نفسه، لما يكسل ويعرف ان في وقت مهم يجب ان يفيد به الامة ويفيد به نفسه ويفيد به الاخرين. يجب عليك الا تحاول ان تكون شخصا اخر. المقصود بها الكلام اللي قلناه
مسألة التقليد الأعمى للآخرين أمر مرفوض، صح ولا لا؟ هذا الكلام مهم. أماني، والله المشكلة إحنا لدينا مساحة من الحرية نستطيع أن نضعها، ولدينا الآن شعوب ملكت حرياتها، وتستطيع هذه الشعوب بتوجيهات وبالفعل وبالتربية، إن عادت التربية مرة أخرى، إن نشعر بمعنى الحرية المحسوبة وليست الحرية المفرطة اللي بلا حدود فيها فوضى، لأن في بعض الناس يسعوا إلى صناعة الفوضى. أشكرك شكرا جزيلا. هل دي الحلقة بتاع الأمس؟ شواهد الحق في حلقتين، الحلقة الأولى الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ثم هذا الأسبوع دي من 13 ساعة، يبقى خلاص حلقة بكرة. أشكرك أستاذ هيثم، شفت الدعم جاب لي الحلقة بتاع امبارح وأنا بدور عليها مش لاقيها، أو يعني بحثت عنها في الصباح. أشكرك، أتمنى من الدعم أن يضعها في موقع الأكاديمية، هي متممة لموضوعنا أخي هيثم وفريق العمل بعنوان أدب الحوار، وتعرف جميعا أننا سبق وأن عرضنا لنقاش مطول حول أدب الحوار، فياريت نحطها في الموقع على الصفحة، فهي رسالة للأمة، رسالة لكل الناس، ويعني الحمد لله الهاتف بعد الحلقة لم يتوقف لأناس لا أعرفهم أبدا، لأنها تخاطب الكل بنية صادقة، رسائل للجميع حتى لا نعبث بأمن أوطاننا دون أن ندري. أدب الحوار نحن في حاجة إليه مرة أخرى، ربنا يحفظك ويبارك. وأنا في انتظارها، تحطها لي على صفحتي بعد وقت الراحة، ربما ناخد راحة 5 دقائق أو 10 دقائق يعني. هل مطلوب أن نعطي أنفسنا مزيد من الاحترام يعني؟ ها؟ بقول لك إذا ما لقيتش اللي حواليك بيحترموك احترم أنت نفسك. إذا لم تجد الاحترام ممن حولك فاحترم نفسك. أنا أذكر أحد أساتذتي في وقت ما كنا بندرب على أن نكون مدربين، قال أنا ما زي ما لقيتش حد يشكرني أنا أشكر نفسي وأقف أشجع نفسي بدل مش لاقي حد يشجعني. حاجة جميلة أوي، وده كان أستاذ أنماط شخصية، أستاذ من الأساتذة المعدودين في مجال أنماط الشخصية، وكان يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية، ونموذج راقي ورائع وعنده ثقة بنفسه عالي جدا. فكان يقول لنا كده، إذا لم تجد من يحترمك أو يقدرك ويعطيك الاحترام الذي تستحقه في عالم تسود فيه الفوضى ويصدر فيه السفهاء في كل مكان، فأنت قدر نفسك وقول كده أنا كويس. ردد العبارات التي دائما تعزز ثقتك بنفسك. فاكرين الفيديو الجميل الرائع بتاع الثقة بالنفس اللي هو بتاع قناة سمارت؟ ها فاكرينه؟ فاكرين يا داليا؟ اللي هو في التعزيز والترغيب، فاكرينه يا عيسى؟ هل ممكن نحطه؟ ممكن نشوفه ولا الصحة نعمة،
الصحة نعمة فلا بد وأن تحافظ عليها، وبالتالي تقدير المميزات والعطايا التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها مسألة مهمة جدا عليك أن تحافظ عليها. إذن يعني تضعه في الاعتبار. الأمر الآخر، عندما تقول دائما وأبدا أنا إنسان فعال في المجتمع وأعرف كيف أتصرف بهدوء في الأزمات، بالله عليك النموذج ده، نموذج الفعال والذي يتصرف بهدوء في الأزمات، إحنا في حاجة إليه في عالمنا العربي وفي حاجة إليه في مصر. العقلاء يجب أن يكونوا موجودين في المشهد بشكل واضح ويعلنوا عن ده بشكل حقيقي، وبالتالي البحث عن الواثق من نفسه سواء كان في المستوى السياسي أو في المستوى التعليمي أو أي ما كان صفته أو إعلامي، هو الذي يتصرف بهدوء في مواجهة هذه الأزمات. أيضا أيها الأحبة الكرام، التعامل باحترام وحب مع كل من هم حولي نموذج نفتقده بشدة، نفتقده في البيت ونفتقده في المسجد ونفتقده في كل مكان، حتى في المدرسة وفي الجامعة أمر نحن في حاجة إليه ويجب أن يعاد النظر فيه. الخطاب اللي فيه تعالي من الأستاذ إلى الطلاب يجب أن يطمس ويجب أن يستبعد. الخطاب اللي فيه عنجهية وتسفيه لعقول الطلاب أمر مرفوض تماما ويجب أن يعاد النظر فيه. إذا كنا يعني نتندر بأن الغرب بيحترم أطفاله وبيحترم الكبار وكده، بيحصل طبعا، وحتى لو اختلفوا معك في الرأي، حتى لو اختلفوا معك في الرأي، من ضوابط الحوار وأدب الحوار يا داليا حتى احترام من يختلف معي بالرأي. وأنا يمكن في الحلقة بالأمس لو تذكروا عتبة أبا الربيع الذي قال لقريش دعوني أذهب إلى محمد بن عبد الله فأرى ماذا يريد، فراح عتبة اللي هو أبا ربيعة فقال له يا ابن أخي إني أرى أنك منا يا معشر القوم نسبا وقيمة وجاها، بيخبه بأدب واحترام، فإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا وملكناك وأعطناك بقية أغنانا، وإذا كنت عايز منصب وجاه فوضناك ولا نقطع أمرا حتى تقول فيه، وإذا كنت عايز كذا نعطيك، بس الدين اللي أنت جيت بيه ده فرق بين الناس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ شفت الأدب؟ أدب. كان ممكن يقول له اطلع عاد من هنا يا امشي يلا بتاع ده واشتمه، ها؟ إنما حاشا لله، حاشا لله. قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم يا ابن أخي، نعم يا ابن أخي، ما قالوش يا رسول الله لأنه لم يسلم بعد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه مقدمات بعد أن قرأ حاميم. خلونا نشوف كده الرسول قال إيه في الحكاية دي، عشان انا مشتاق لي لهذا النموذج الراقي والرائع جدا 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 بصراحه، يعني لما اخبر به صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول قال ايه لابا الوليد، اسمعوا. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين فقضاهن سبع سنوات فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى هذه الآية أمسك أبا عتبة أبا الوليد فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تكمل يا ابن أخي خوفا من أن ينزل عليهم العذاب والصاعقة التي نزلت على عاد وثمود. ثم ذهب إلى قومه فقال يا قوم والله لقد وجدته وأقول لكم اتركوه ودعوه وشأنه فما سمعته منه إنما هو ليس بكلام ساحر ولا بكلام كاهن ولا بكذا وكذا، فإن يظهره الله أو إن يقف أمامه العرب فقد يعني كفيتم إياه، وإن أظهره الله وكان حقا نبيا فإن ملكه ملك لكم، فرأيي أن تتركوه وشأنه. فقالوا له لقد سحرك يا أبا الوليد، يعني برضه ما فيش فايدة، العند والكبر والبعد عن الحق. هذا النموذج أيها الأحبة الكرام أجمل نموذج راقي ورائع لحوار في السنة أو في السيرة بين الرسول وبين رجل مشرك، ولكن المشرك الحق فاتبعه. شوف احنا النهاردة بقى حوار رايح ولجنة حوار جاية، ولا ده بيحاور ولا ده بيعمل اي حاجة خالص، المجادلة ولا تجادلوا اهل الباب الا بالتي هي احسن، وزي ما حضرتك بتقول يا باشمهندسة كاميليا مصرين على العند ولا مجال للحوار. فهذا النموذج للأسف الشديد يعني انا بعيده بس ليكم، هو موجود طبعا في حلقة الامس، اتمنى ان تشوفوها، انما هو كان في موقعه وموضعه بالضبط في مسألة ادب الحوار. ايضا تعرضنا لنقاط كثيرة جدا كرسائل اخي هيثم، ربما نبقى نشوف الفيديو بتاع نبقى نختم به يعني قبل ما نمشي، اللي هو بتاع الايجابية والصبر والثقة. ربما خليني في ال نعم، والفيديو بتاعنا اللي انا بعته لحضرتك اليوم ممكن نعرضه ان شاء الله. فكر بإيجابية وحدث نفسك حديثا ايجابيا، ده احنا عايزينه قوي، عايزينه في تعليمنا وفي الصحة. عيب قوي قوي الواحد لما يروح المستشفيات الحكومية ويلاقي الحمامات زبالة، عيب قوي ما يدخل يلاقي الطرقات كلها بصاق وقرف ومزعجة، عيب قوي ما يلاقي الدكاترة في حالة اكتئاب والممرضات في حالة كآبة والمريض حالته كرب، هو مريض جسديا والكآبة نازلة عليه وقاعد في أوضة ضلمة كأنه بيخوفوا بيه العيال الصغيرة من بتاع ده. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ايه القرف ده؟ وانا بقول لحضراتكم كان الناس فيما مضى عندما كان يؤسس البيمارستان يا دكتورة داليا كانوا يجوبوا انحاء الارض المكان يعني، ويجيبوا لحم طازة ني ويحطوه على اعمدة عشان يشوفوا اللي هيخبس ويبقى يعفن بدري يبقى ده مكان لا يصلح فيه بناء المستشفى اللي هو البيمارستان، واللي هيبقى وقت طويل هو ده اللي يتبني فيه. شفتوا حكمة وحضارة اعظم من هذه الحضارة؟ طب احنا فين من هؤلاء؟ شفتوا ازاي؟ حاجة يعني حاجة ليه كده؟ لماذا نفعل بأنفسنا ذلك؟ لا أسقط فقط على واقعنا في مصر في المستشفيات الحكومية، فيعني ما شاء الله الأعداد عندنا والأطباء يعني بيشتغلوا ليل نهار وكده وما فيش إمكانات، إن وأعداد مهولة داخلة وخارجة، واللي داخل محروق واللي داخل معمول واللي داخل بطنه يعني
لا نريد، إنما في النهاية الضمير والضمير عندما يغيب حدث ولا حرج. وطبعا السجون سمعت عنها ما يكفي عندما التقيت بالإخوة اللي كنت أدرس لهم الأسبوع الماضي، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، اللي بيغيب 15 سنة و14 سنة بدون أي ذنب وبدون أي جريرة، إلا أنه ماسك كتاب الله يقرأ فيه، ويمنع من أن يقرأ في كتاب الله في سجنه، ويؤخذ منه ويعامل معاملة الحيوانات بطريقة هذا الأسلوب. نسأل الله أن لا يعيد علينا ولا إلينا هذه الأمور، وأن يهدي الجميع إلى ما فيه الخير وإلى ما فيه الحكمة، ويسامح كل من أساء إلى أدمية البشر. اللهم أمين يا رب العالمين. إذن التفكير بإيجابية وحديث النفس حديث إيجابي نحن في حاجة إليه، للمعلمين وللمدرسين وللأطباء وللدعاة وللسياسيين. ففي ناس كده تطلع عشان تتشهر يقول لك البلد دي راحة في مصيبة، بس هو طالع في التلفزيون عشان يقول كده. ايه الحاجات اللي هي خربانة خربانة؟ مين قال الكلام ده؟ ليه كده خربانة خربانة؟ وربنا خلق البلد بمواردها وخلق البتاع، واللي بيفسد بيها الانسان. صح ولا مش دي الحقيقة؟ مش دي الحقيقة؟ من الذي افسد في الارض؟ البني ادم. ربنا سبحانه وتعالى خلقها كويسة، خلقها جميلة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. مش ربنا اللي قال كده؟ هي وربنا أعطاك الأرض صحيحة وسليمة ومعافى وجميلة ورائعة، ولا أعطاها لك خربانة؟ وأعطاها لك بكل ما فيها. وداليا بتقول قراءة التاريخ تعرفنا أن الأيام دول، صح؟ أفراد يسيئوا، أفراد يحسنوا، التاريخ كله كده. التاريخ كله كده أخ إسماعيل، التاريخ كله نماذج لها ما لها وعليها ما عليها، وفي النهاية علينا نحن أن نحسن الفعل ونحسن التصور والتصرف. حاول المشاركة في النقاش، واهتم بتثقيف نفسك، وكلما تحدثت أكثر يسهل عليك التحدث في المرة التالية. في بعض الناس يقولوا لي إيه يا باشمهندس يا أستاذ هيثم، ناس يقول لي أصلا أنا بصراحة بعرفش أناقش، أصلا أنا بحس بحرج وأنا واقف قدام. طب ولا إن أنت لم تحاول، ما تحاول. ها؟ صح ولا لا يا هيثم؟ حاول، حاول ان انت تناقش الناس، حاول ان انت تتكلم، حاول ان انت تعبر عن رايك، حاول ان تستخدم اساليب الحوار. وفي مدرس يدخل الحصه يقول لك شوف انا هدخل اقول الكلمتين على قد فلوسهم وبعد كده اخرج. طب يا سيدي كلم العيال، يقول لك بقول لك ايه ما فيش وقت. لا حول ولا قوه الا بالله. امال مين هيعلم دول ومين هيربيهم؟ اذا انت قلت ما فيش وقت وده قال ما فيش وقت، وهنطلع نقول شفتوا البلد، شفتوا الناس ما بتتكلمش، شفتوا الناس ساكتة ازاي، شفتوا العيال سلبية ازاي، شفتوا العيال بيسيئوا للوطن ازاي. ما احنا هنا الاشكالية في التربية. اقبل تحمل المسؤولية فيتجعلك تشعر بأهميتك. عشان كده يقول للأولياء الأمور ايه، الواد من 3 سنين 4 سنين 5 سنين خليه يشارك في تنظيف أوضته، خليه يروح يشتري، خليه هو يشتري ويتعلم ازاي يشتري ويبقى له رأي. افعل لا تخف، افعل ما تخشاه يختفي الخوف. شفت بقى ازاي؟ شفت ازاي يا استاذ اسماعيل؟ افعل لا تخف، افعل ما تخشاه يختفي الخوف. هو ده المهم. اذا ايما كان موطنك وايما كان موقعك، عليك ان تساعد الاخرين في تعزيز ثقتهم بانفسهم. طب اذا كنتوا انتوا بتقولوا لنا طبعا العلاج بالمواجهه، إذا كنتوا بتقولوا لنا أن الثقة بالنفس مكتسبة وأن الثقة بالنفس فيها تدريب، أمال إحنا ليه قاعدين 6 حلقات والسبعة بكرة يمكن، ولا الله أعلم الستة بكرة في الغد بننتظر؟ إذا دي مهمة. سما بتقول أنا أعاني من مشكلة أن أهلي مش بيوافقوني بالرأي، أو بحرام مش بيتقبلوا تفكيره، بيقولوا تفكيري غريب مع إني أنا بحترم آرائهم كلها على اختلافها، حتى أصبحت أتجن كل نقاش معهم. والله خاطب الناس على قدر عقولهم، خاطبيهم الحلقة الجاية رقم 7 إن شاء الله، خاطبوا الناس على قدر عقولهم، وحاولي تبسطي الأمور لمن حولك. إذا كان اللي حواليك كلهم مجمعين على كده يبقى الإشكالية في طريقة طرحك لما تعرضي من أفكار، أو أنت مبدعة في وسط ناس بقى يحتاجوا إلى إعادة النظر مرة أخرى. فده أمر مهم.
هناك حالات نفسية مرضية تستصعب من تحمل المسؤولية، كيف نساعدهم في ذلك؟ عايزين علاج وعايزين متخصصين يشتغلوا على ده، وبالذات إخواننا في فلسطين يعني كان الله في عونهم. فكاميليا بتقول لك برهني لهم إنك على حق بالفعل، يعني اجمعي أدلة، ها هاتي الأدلة واشتغلي عليها. حاضر يا دكتورة دالي، حاضر. بعد ما نخلص أخي هيثم حط لهم المحاضرة البي دي إف دي على الصفحة، الله يكرمك. ماشي أو إخواننا، تسلمي تسلمي، ربنا يحفظكم. المشكلة إن أنا لما بعطي رأيي يقولوا لي أنت معرضانة، هو أحيانا المعارضة المستمرة دي ما تبقاش كويسة، لازم تفهمي إزاي تتعاملي مع الشخصيات اللي حواليك. وبالتالي أنا أدعوك لقراءة أو متابعة حلقات الشخصية، أنماط الشخصية، وأنا أظن الرابط بتاعها موجود، اسمها اعرف نفسك. الرابط لملتقى أكاديمية الدارين اسمه اعرف نفسك، كذا حلقة كده اسمعيها وركزي فيها وإن شاء الله تعرف إزاي تشتغلي عليه. في نوعيات لازم تقولي له نعم وحاضر، بس بعد ما تقولي نعم وحاضر قولي له بس أنا قريت في كذا بيقول كذا أو أنا شايفة كذا. دي شخصيات أحيانا عندها متعالية، شخصيات عدوانية أحيانا، شخصيات الأنا بيبقى عالي فيها وشافينك أنت الأصغر فلازم تسمعي الكلام، وأنت شخصيتك متمردة بقى وعندك ثقة بنفسك زيادة فمش هينفع، وأنت الأكبر في العيلتين كمان. طيب يبقى شوفي بقى تعالجي مين أول. ربنا يحفظك ويبارك فيك. طيب قبول النقد الإيجابي مهم أيضا، قلنا في الحلقات اللي فاتت الظهور بمظهر حسن لائق يعزز من الثقة بالنفس، ثم الجلوس في الصفوف الأمامية في المحاضرات والندوات، ودي على فكرة ماشي يعني مش مسلمة للكل. ربنا يحفظك أستاذ هيثم. مش ميزة يعني، ليست سمة للكل موضوع إن أنا أقعد، إن اللي يبقى الواثق من نفسه في الغالب بيقعدوا قدام، إنما في ناس أيضا واثقة من نفسها وبتقعد ورا. قد يجلس الشخص في الصفوف الخلفية لا يلاحظه أحد، وهذا يعكس انعدام الثقة بالنفس أحيانا، إنما برضو مش قاعدة. أنا بقول لكم ليست قاعدة، ليست قاعدة، وأنا واثق من اللي بقوله، إنما في الغالب لما بيعملوا دراسات يلاقوا دايما اللي عندهم ثقة بالنفس عالية قوي يقعدوا قدام ويبادروا. شفت كاميليا قالت أنا من صغري بموت في الصفوف الأمامية. طبعا كتير مننا كان كده وعايز يبقى في الصف الاولاني، واذا ما قعدش في الدرج الاول ممكن يحس ان هيحصل له حاجه يعني. انا اذكر وانا في اولى ابتدائي كان عندي مدرستي حبيبتي بقى ابله تحيه، وفي اول يوم في الدراسه الفصل اتملى فماليش انا بقى مكان، فراحت واخداني ومقعداني على رجليها وراحت مقعداني على المقعد بتاعها. ما انساش ابدا هذه اللحظة في حياتي، عمري في حياتي ما انساها والله العظيم. قعدتني شالتني قعدتني على رجليها كده قدام الفصل، وبعدين راحت قعداني على الكرسي بتاعها، ولحد ما جابوا لي بقى الكرسي وبقيت قدامها، وفضلت في وجداني وعقلي ونفسي ما حييت اذا 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 شفتها اقبل يديها نموذج طبعا ولا عمر ينسى. وفاكر الإساءة برضه، وفاكر اللي في يوم مدينا على رجلينا في الفصل وجاب الكرسي وحطوا رجلينا في الكرسي واحنا في سنة رابعة، وفضل يضرب فينا بدون أي سبب عشان لقى الفصل عمل دوشة وهو قاعد يحكي مع مدرس بره على الباب. ربنا يحفظكم. ففضل يضرب فينا وأنا أسأل نفسي هو بيضرب فينا ليه؟ عشان هو انشغل عنا فاحنا اتكلمنا. ودي رسالة للمدرسين، إذا انشغلت عن طلابك فلا يجوز أن تحاسبهم، وبالذات إحنا عارفين المرحلة العمرية من 0 ل 18 سنة هي مرحلة النشاط والحركة، فإذا أنت مش هتشغل الطلاب بتوعك هينشغلوا عنك. فطبعا هو لم يكن يعي هذه القاعدة التربوية، إنما كان يدافع عن كرامته، إزاي إحنا نتكلم وهو واقف يتكلم مع زميله على الباب وهو أصلا لا يدرس لنا مادة، راجل في التربية الزراعية وما شابه. ففضل جاب كرسي من الخرزان ده وحط رجلينا فيه
وخلى ولد يمسك رجلينا من بين الكرسي عشان ما نتفلفص، والاخر خالص خلاه هو اللي كان ماسكنا ده ينام في الارض ويرفع رجليه ويضربه على رجليه، اذا نزل رجليه يكرر الضرب تاني. يعني انا ظننت اللي بيمسكنا ده انه هياخد اعفاء، لا، بعد ما خلص قال لك برضه ايه، العداله كويسه، للعداله وجوه كثيره، وراح نازل فيه ضرب، اعطاله برضه العلقه التمام، ونصرخ يا عيني الصبح، تخيلوا رجلين صغنونه بقى كده بالخانه وبتتضرب بدون اي سبب. انا بهرش في رجليا الوقت وانا قاعد بفتكر يعني. طبعا المرضى كثر، المرضى كثر، وبالتالي التعليم والتربيه محتاجه الى اهتمام كبير، والمدارس دي تبقى شعله وطاقه من النشاط، تخرج ابزاز، ابزاز في التربيه الرياضيه وفي التربيه الموسيقيه وفي العلوم وفي المعامل وفي الاقتصاد المنزلي، والعيال يبقوا في سادس ابتدائي وبيعملوا مربى وبيطبخوا وبيتعلموا. احنا بس نفتح المدارس بجد للنشاط، وندرب المدرسين على ان يمارسوا النشاط، هنا نجعل الثقه بالنفس طريق التطوير الحقيقي للمدارس. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده المطلوب. غير كده اوعى حد فيكم يقول لي من المحيط الى الخليج ان تعليم العالم العربي سيتطور قيد انمله. اوعى واحد فيكم يقول لي ان وزاره اسمها التربيه والتعليم بلا معلم نلقي في عبه الثقه ونقول له يلا شيل الشيله، بس نديله الاهتمام المادي والادبي ونعلي من شانه اكاديميا، ولما اجي اخده دوره تدريبيه اديها له مدفوعه الثمن، ولما اعمل لهم تدريب اخدهم في القرى السياحيه بني ادمين معززين مكرمين واديهم جناح ويقعدوا فيه، مش تتفرش الاجنحه للفنانين والفنانات، بينما المدرسين اللي بيربوا ابنائنا يخرجوا خارج المشهد. هو ده اللي احنا عايزينه، هذا ما نريده، ان تفتح القرى السياحيه للمعلمين في وقت الاجازات يتدربوا فيها بلا مقابل ومدفوعه الثمن من الوزاره، والوزاره يبقى لها موازنه. عيب ان انا اقول ان 50 مليار سنويا ينفقوا في الدروس الخصوصيه ولا نحتفي ولا نحتفل بابنائنا في المناسبات ولا نسمح لهم بممارسه النشاط. عيد الطفوله في تركيا بياخدوا الاطفال للبرلمان وكل واحد يتنازل لطفل عن مركزه اليوم عشان يمارسوا الوظيفه، وده المطلوب يا كاميليا والله العظيم، هو ده اللي احنا عايزينه. ها؟ هنا لو قلت الوزير ولا المحافظ بس يمشي من الكرسي يقول لك ده هيمشوني ويجيبوا غير، ايه الكلام الفاضي ده؟ فالاحترام والتقدير يجي بالسلوكيات وبالافعال. اما نعمل انشطه رياضيه في المدرسه وانشطه مسرحيه، والتاريخ الذي يدرسه الدكتور زكريا والذي يكتبه ويؤلفه يحول الى دراما جميله تتعمل في صوره مسلسلات، يقوم عليها بقى مخرجين سوريين او يقوم عليها ناس من المصريين الابزاز في مجال الدراما، وتتعمل ويروحوا يجوبوا المدارس ويعرضوها، وناخد الناس دي تمثل في المدارس، وتطلع بقى فرق التمثيل المسرحية هنا فقط، هتخرج فنانين ومواهب رائعة، وتبسط العلم المزعج المقرف للأبناء، وتزداد ثقتهم بأنفسهم. هو ده اللي احنا عايزينه، وهذا ما نريده، هذا ما نريده. نتحدث عن منهج النشاط كأحد آليات تحقيق الثقة بالنفس، ولكن لا نمارسه في مدارسنا ولا نمارسه في جامعاتنا، ونفتقد بشكل أساسي للأسف الشديد. وبالتالي علينا أن نعي أن المطلوب عندما نأمر الأبناء بالجلوس في الفصول الصفوف الأمامية أن أوفر لهم أصلا فصول وصفوف أمامية، ويبقى في فصل ويبقى في فصل. أيوة إيمان طبعا، ما حدش بيحاول يصلح، احنا بنقول آليات الإصلاح، والله كل واحد يصلح في مجاله، كل واحد يصلح في مجاله. الفساد معروف، إنما الإصلاح آلياته موجودة. أما نقول يلا نفعل الأنشطة، يلا كمتخذ قرار أعلن من الغد أن من الغد من بداية هذا الفصل النشاط هو الأساس والدرجات على النشاط، ويلا يا مدارس اشتغلوا، يلا مدارس مش كل يوم حصص 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 حصص، رغي في رغي في رغي في رغي وقرف، وموجهين رايحين مش عارفين هم رايحين ليه، إنما يبقى في عندنا اليوم المفتوح كل أسبوع، يبقى عندنا الحصص المفتوحة، الحصص المفتوحة اللي يسمح فيها بالدراما ويسمح فيها بالتربية الفنية ويسمح فيها بالتربية الزراعية ويسمح فيها بمرونة الجدول. أما القسوة في التعامل، ها اللي يخرج من فصله يبقى عمل فوضى ويبقى حالة، لا كلام ده
ما ينفعش هذا الكلام، وإعادة الثقة للأستاذ وتحميل المسؤولية أمر مهم يجب أن يكون موجود. على كل حال وطبعا الإصلاح يحتاج الجميع. والله دخلت فصل في قافلة طبية، الفصل كان مثل السجن في جدران والشبابيك. أحسنتي والله كلامك صح. نجيب منين الهمة والرغبة الشديدة في الإصلاح؟ أنت أصلا ما دام عندك الإصلاح يبقى عندك الرغبة الأكلة والهمة. أنا كنت مع 150 معلم الأسبوع قبل الماضي في الأجازة، وما نزلتش أجازتي، وفضلت معاهم أحدثهم عن التعلم النشط وأراغبهم في التعلم النشط. قالوا معنوياتنا زادت جدا، ويا ريت الكلام ده يستمر، وأنت هتسيبنا وتمشي زي الطفل بالضبط المتعلق بأحد. ولو الأستاذة سهير معانا تقول هذا الكلام، لو هي موجودة معانا اليوم وهي القائمة على أمر التدريب، وناس بسطاء جدا ومدرسين عندهم رغبة وهمة، وبعضهم ما عندوش لأنه عايز دروس خصوصية بصراحة يعني، إنما الأغلبية نفسها تعمل حاجة، نفسها تؤثر. ولما التقيت مع قيادتهم من المديرين ومن الموجهين قالوا إحنا إيدنا على إيدك وعايزين، والمنظومة كلها عايزة إصلاح، ولكن كلام مش كويس يعني. أنا كنت في الجامعة وفجأة سقطت قطعة من السقف، الحمد لله أنها مش طاحت على رأسي، الظروف بجد